قال فاخرج 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 منها فإنك رجيم فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال فاخرج 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 منها فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. اخرج يا عدو الله، اخرج طاعة لله عز وجل، اخرج طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، اخرج طاعة لله وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، اخرج طاعة لله وطاعة لرسوله، وإلا والله لأعذبنك أشد العذاب وأحرقنك أشد الحرق. اسمع يا عدو الله، اعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعلم أن الله واحدا أحد، فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله جل وعلا يراك من فوق سبع سماوات. إن الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله عز وجل خلقك لعبادته، ما خلقك لأذية الناس. الله جل وعلا في علاه خلقك لعبادته، فأنا والله أخشى عنك عذاب الله، فاتق الله واعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت الآن تبكي حسرة وخشية من الله وخوفا من الله عز وجل، أنت الآن تبكي حسرة وخشية من الله، تبكي حسرة وخشية من الله، فاتق الله. وبما أنك تبكي الآن خشية من الله، فإن ذل هذا يذل عن صدقك وعن حبك وخشيتك من الله وخوفك من رب العالمين. فأنا لن أستفيد شيء من تعذيبك، أنا لن أستفيد شيء من تعذيبك، وأنت لن تستفيد شيء من تعذيب هذا الشاب، والله لن تستفيد شيء. فاتق الله. زار القبور وزار الأضرحة وأخذ معه الهدايا وذهب إليكم وأعطاكم القرابين، وهو الآن تاب وأناب وعاد إلى الله. فاتركه لله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، واتركه طاعة لله. اسمع أيها الجني، اتق الله تعالى في أعراض المسلمين وفي أجسادهم. الله جل وعلا خلق لك دنيا وخلق لك سماء وأرض وخلق لك بيت وخلق لك جنية من بني جلدتك، أتترك نعم الله وتدخل بدن هذا الرجل؟ أتترك خيرات الله عز وجل، سماوات، بحار، وديان، آبار، أراضي، تترك المنازل وتعتدي على حرمة الله؟ فهذا اعتداء على حرمة الله، هذا ظلم وجور في حق الله. فاتق الله، اتق الله واعلم أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم رسول الله. ألا تريد الجنة؟ ألا تريد أن تبعث مع النبي عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله؟ ألا تريد؟ طبعا تريد، بما أنك ترتجف خشية من الله وخوفا من الله وفزعا من الله. ارفع السبابة إلى السماء، ارفع السبابة إلى السماء واشهد أنه لا إله إلا الله. هيا توكل على الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ارفع السبابة إلى السماء، قل بسم الله توكل على الله، قل بسم الله توكل على الله. ارفع إلى السماء، يلا هز الدنيا فوق، هز فوق 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 الأعلى 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 إن شاء الله الأعلى. يلا أنت عبد الله، أنت لست عبد للشيطان ولست وليا للشيطان، معك الله ولك الله وسيعينك الله، واستجر بالله وتوكل على الله ولا إله إلا الله والله أكبر. يلا فاستبدل السماء،
رفعت السماء، رفعت السماء، يلا ما غبرش، علاش تخرش؟ علاش؟ لماذا؟ 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 لماذا لا تقدر؟ لماذا وانت عبد لله؟ بل تقدر وتستطيع، بل تقدر وتستطيع. واش خلي حور العين في الجنان وتخلي جنات عرضها السماوات والأرض وتخلي رحمة الله تعالى؟ واش خلي وديان وآبار وبحار من اللبن والعسل وحياة دائمة ومستمرة بإذن الله وتختار العذاب، وتختار العذاب في الدنيا والآخرة؟ اسمع، إذا ما بغيتش تتوب الله عز وجل أنا أدعوك للإسلام خشية عليك من عذاب الله. إذا بغيتش تتوب الله تعالى فأنا أدعوك لخروج طاعة الله. توب الله عز وجل ولا أتحب أن تبعث مسلمة؟ واش بغيت تبعث مسلم؟ قل لي بغيت تبعث مسلم؟ واش تبعث مسلم؟ نعم؟ إذا رفع السباب السماء، رفع السماء، رفع السماء، رفع السماء. قل أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أشهدك، أنك أنت الله، أنت الله، أنت الله، أنت الله الواحد الأحد، الواحد الأحد، الفرد الصمد، الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يولد. وأشهد أن محمدا، أشهد أن محمدا عبدك ورسولك، عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. كفرت بالجبت والطاغوت، بالجبت والطاغوت. وأشهد أن عيسى، أن عيسى نبي الله، نبي الله. ارفع رجلي من السماء، ارفع رجلي من السماء، ارفع السماء، السماء إلى الأعلى. يلا خرج طاعة الله، توكل على الله. هيا أيها المسلم، هيا بسرعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، نأذن ما نلقاكش. يلا، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. يلا تابع خروج، يلا استمر، استمر ان شاء الله. هيا ايها المسلم، هيا ساسميك محمد بن عبد الله. يلا الاخ محمد، يلا يلا تابع، تابع الخروج من رجل يمنى. يلا يلا من اليدين ومن رجل يمنى. تابع تابع تابع، جيد جيد، احسنت احسنت احسنت. كي نثبت للملحدين والمنكرين والذين يسبون الله عز وجل ويسبون دين الله والذين يسبون الرقية الشرعية المقدسة والذين ينتقدون الرقية والرقات أن الله تعالى موجود وأن الجن موجود وأن الجن يدخل لبدن الإنسان ويخرج منه بالتجربة وبالأدلة الشرعية والنقلية. أخرج طاعة الله. هاي هاي بسرعة 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 بسرعة. تابع 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 تابع. جي 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 جي. أحسنت 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 أحسنت. لا عليك الخروج، هيا ستخرج، ستخرج شئت أم أبيت، فخرج بخاطرك وطاعة الله. أفضل أن تخرج يعني بقوة وأنت مدموم ومدحور، فالأفضل لك أن تخرج طاعة لله. فضل واش خرج أنت مسلم رحمك الله عز وجل، ولا تخرج أنت معذب ومحرق ومزجر ومدمر. يلا تابع خروج، يلا يلا يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، سأقرأ عليك هذه الآية وبإذن الله ستخرج شئت أم أبيت، سواء إن أسلمت طاعة الله صدقا أو نفاقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فخرج، 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 قال فخرج منها فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم، فإنك رجيم. قال فخرج، قال فخرج، قال فخرج، قال فخرج منها فإنك رجيم، فإنك رجيم،
فإنك رجيم فإنك رجيم. قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج قال فاخرج منها فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال فاخرج 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 منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. يلا خرج من الدين الدين بجوج يلا توكل على الله. تالي خروج جيد جيد والآن يتمركز في اليدين. يلا يلا خرج يلا يلا خرج من اليدين يلا من اليدين ورجلين يلا يلا بسرعة بسرعة إن شاء الله يلا بسرعة بسرعة إن شاء الله بسرعة. لا لا تقدر إن شاء الله. شوف شوف ستخرج ستخرج شئت أم أبيت. أنت خارج خارج يوم غدا بعد أنت خارج إن شاء الله. اللهم خرج يا براسك مرفوع يلا يلا توكل على الله عز وجل. تابع 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 جيد 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 تابع الخروج جيد 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 احسنت احسنت. تابع الخروج ان شاء الله توكلا على الله. يلا بسرعه بسرعه ان شاء الله يلا بسرعه يلا يلا بسرعه ان شاء الله بسرعه. يلا الشاهد الخروج يلا ان شاء الله يلا 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 بسرعه يلا 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 دخيل بسرعه يلا هاي 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 بسرعه 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 خرج طاعه سيله. يلا يلا اطلق يدي اطلق يدي يلا اطلق يدوس بحالك يلا اطلق يدوس بحالك يلا اطلق له يدوس بحالك يلا اطلق له يدوس بحالك اطلق له يدي ما نقدرش نطلق له يدي. علاش 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 ما تقدرش علاش علاش نعم نعم اشنو ما بغيتش تخرج. شوف راه غادي تخرج غادي تخرج بغيتي ولا كراسي. اللهم خرج بخاطر. شوف خرج بالخاطر ديالك وبالتي احسن وخرج وانت راسك مرفوع. الافضل لك ان تخرج وانت دليل الحقيره. خرج بخاطرك وبالراس ديالك مرفوع وخرج وانت معزوز القيمه والكرامه والشهامه والرجوله. يلا 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 بسرعه ان شاء الله يلا يلا تابع وتابع يلا توكل على الله عز وجل يلا 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 بسرعه ان شاء الله يلا تابع هاي تابع ان شاء الله تابع وانت متوكلا على الله. يلا ان شاء الله هاي الشهيد الخروج يلا يلا بسرعه 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 يلا بسرعه يلا بسرعه يلا واش نقرا لك القران حرقك. يلا يلا بسرعه هاي هاي بسرعه هاي بسرعه هاي بسرعه يلا بسرعه مزيان سير استمر. يلا 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 هاي هاي ان شاء الله يلا تابع الخروج يلا بسرعه 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 ان شاء الله يلا تابع يلا مزيان من اليد اليمنى يلا سير 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 توكل على الله. شوف الصعوبة اللي كنلقاو مع الجن والناس كيبداو يلتحقوا فينا وكيبداو يسوقوا فينا صعوبات كبيرة في الخروج. يلا بسرعة بسرعة وكنلقاو معاهم الساعات. اسمع عدو الله غتخرج غتخرج شوف 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 غتخرج غادي تخرج بإذن الله عز وجل. شئت أبا بيت غير خرج بخاطرك دابا راك خارج خارج سوا اليوم سوا دابا سوا غدا سوا بعد غدا خارج خارج. يلا يلا خرج قاس عليا الخروج نعم قاس عليا الخروج. لا توكل على الله توكل على الله يلا توكل على الله يلا هي. يلا توكل على الله عز وجل يلا بسرعه هيا توكل على الله عز وجل يلا توكل على الله هاي 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 تابع تابع جي 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 ودابا تشد يدي توكل على الله توكل على الله توكل على الله هيا جيد
الآن أحسنت يلا زين 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 توكل على الله يلا بسرعة يلا يلا بسرعة يلا يلا بسرعة يلا 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 بسرعة هاي يلا اطلقنا يلا زين 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 طب الشديد مني يلا اطلق سير 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 توكل على الله ان شاء الله تعالى سيخرج باذن الله يلا 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 جيد احسنت سير زين يلا يلا احسنت هاي يلا الاول سبحان الله يلا الانسان كيبكي عيا وكيتعذب بعد خروج الجن يلا اثناء خروج الجن يلا بسرعه يلا يلا هاي تابع ان شاء الله يلا بسرعه تابع ان شاء الله يلا يلا توكل على الله يلا بسرعه وبسرعه يلا واطلقنا يلا يلا اطلقنا يلا هيا بسرعة ان شاء الله يلا بسرعة يلا تابع دابا تحول يد اليمنى شاد في يد اليمنى بزاف يلا خرج من يد اليمنى يلا مزيان تابع يلا 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 هاي هاي تابع هاي جيد أحسن سير يلا في وصلتي يلا أحسنت سير يلا سير مزيان يلا سير دابا في وصلتي دابا فين يلا هبط أصابعك يلا هاي يلا تابع يلا سير في وصلتي دابا فين سبع ديالو سمعوا يلا سير توكل على الله تابع ان شاء الله سير مزيان باقي بسمعوا باقي بسمعوا كبير ها في سبع ديال الجنة هنا هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين يا رب توكل على الله عز وجل يا رب بسرعة يلا بسم الله يلا بسرعة يلا سير يلا هاي يلا إن شاء الله الحمد لله سير مزيان الحمد لله قريب إن شاء الله يلا سير
تابع. سلام شو. الحمد لله. سلام شو. شوية. سلام عليكم. سلام. شوية. شوية. مزيان. مزيان. بخير. يدك خفيفة عليك ولا ثقيلة؟ ثقيلة. ثقيلة عليك؟ شي حاجة خرجت من يدك؟ بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أولا الاسم ديالي مولاي إسماعيل بوزين من مدينة خنيفرة، جيت عند السي أشرف الحياني من بعد ما شفت بزاف ديال الرقات وبزاف ديال لي فيديو سميتو، وتشجعت أنني باش نجي عند السي أشرف باش نعالج راسي من السحر ومن المس ومن جميع اللي كنت كنحس به. كنت مشيت لبزاف ديال يعني عند مشعوذين والسحرة والشوافة وبزاف ديال الأمور، وزرت الأضريحة، ولكن الحمد لله من بعد واحد العامين طرقت أنني باش نجي ندير رقية اللي هي أفضل علاج من بعد الله سبحانه وتعالى. إن اليقين في الله بأن الله هو اللي كيشفي ماشي شي حد آخر، ولكن تشجعت وجيت عند السي أشرف والحمد لله تم الخروج ديال الجين اللي كان متمركز في الجسم ديالي الحمد لله. حصريا على موقعنا، هل لديك صفحة وتريد أن تروج لها؟ هل لديك مؤسسة، محل، بضاعة، خدمات، وكالة سياحية أو علامة تجارية وتريد أن تروج لها؟ هل لديك إعلان، إشهار لسلع، آلات، ماكينات تريد الترويج لها؟ هل لديك دورة تدريبية، ملتقى أو دعوة افتتاح وتريد أن توصلها لأكبر عدد من المهتمين في مجالك؟ تختار الزمن، المنطقة، المدة التي تناسبك. نحن نقترح عليك خدمة الإعلانات والإشهارات المدروسة. نحن نوفر عليك الجهد وسندرس الاستهداف بدقة لنعطيك أفضل النتائج.